مساء الخير، أنا غيدة مرزوق، واليوم بسرني إنه معي اليوم صديق عزيز من سنوات طويلة، وشخص فعلا بعتبر بصداقته، بفتخر بتمثيله، بعتبر إنه هو قادر يعطي كل الأدوار إن كان على الشاشة الصغيرة أو إن كان بالفيلم. اليوم معي الممثل طلال الجردي اللي هلا كلكم حاضرين له كل أعماله من قبل، بس بتصور السنة كمان كل الناس واقفين معه بأولاد آدم. مساء الخير طلال. مثلا نور، مثلا نسيت المسرح، حياتي نسيت المسرح يا حياتي. المسرح كمان العشق اللي بلشت فيه معنا سوا، كمان بلشنا سوا بالجامعه بالمسرح. مسرح سينما تلفزيون. مظبوط مظبوط، هيدا العشق كمان تبعي. هلا بتعرف قد ما خلقتي، هلا اخذنا عائلتنا قصه المسلسلات، نسينا المسرح اللي هو فعلا جزء اساسي من حياه كل ممثل، اللي بفرش جدارته الممثل على المسرح. يعني مش قصة، مش عرض عضلات، بس متعة صراحة، متعة مميزة. يعني حتى شرحها صعب، وكثير بقعد بحضر انترفيو ممثلين انجليز خصوصي بيعهم كبير بالمسرح، وبيجوا بيسألون هذا السؤال، انه شو احساسك، شو شعورك؟ كل واحد بس يوصل لهذا السؤال هيك بتسربل وبتلت، لانه منه هين تقدر تنقل هذا الشيء التشعري بداخلي بكلمات، ما بتلاقي الكلمات المناسبة يمكن. مظبوط مظبوط، هذا الشيء الحقيقي، لانه مسرح عنده سحر ما حدا عنده اياه. انا بس افوت على المسرح كاني فايتة على مكان مقدس، خلص ممنوع كله، بس بده يكون مركز على هالخشبه اللي هي فعلا عليها اشخاص بيستاهل واحد يروح يحضرهم مثلك انت طلال. تسلمي تسلمي حبيبتي. هلا للاسف بزمن عهد الكورونا ما بنعرف هلا الاجراءات للسنه القادمه او اللي بعدها شو المسرح عم بيحكي. انا والمسرحيه زملائنا بلبنان، طبعا بالعالم هذا الشيء حيصير، قصه التباعد ما بنعرف ان كان السينما ولا المسرح. طب كيف الذهاب؟ في تباعد بعد قدام نخلص؟ هيدي عن جد حتكون ازمه لنا. اكيد فعلا هذا الشيء كثير اساسي مظبوط، خاصه لناس مثلنا نحن بيعشقوا كمان السينما والمسرح. يعني ما بصح انا ما بيرضيني لحاله احضر فيلم، حتى لو بحبه احضره على شاشه صغيره، بدي عندي مشوار واحد بالاسبوع مينيموم على السينما. هيدا مشتاقين قد الدنيا بقى، ان شاء الله حتى لو بعدونا عن بعض، بس مهم يخلونا نحضر فيلم. ما بدك تشوفي بزنس وايز، هي بالنهايه هيدي اندستري كمان، بدك تشوفي كيف بدها توفي. يعني الصاله بتوفي معها انه يكون في ثلث الصالة قاعدين أو نصهم، المسرحية بحد ذاتهم بتوفي معهم، السينما بتوفي السينما أنه ما يكونوا كل الكراسي معبيين. يعني مثل الطيارة هلأ بخصة الطيران، وعم بيقعدون ربع طيارة، فبناء عليها التيكت عم بيصير غالي كثير على المسافر. يعني في قصص كثير تغيرت أكيد، خاصة بموضوع المسرح طلال. يعني موضوع السينما بدل واحد قصة صالة السينما، هيدا الفيلم عم ينعرض، يعني ما في تعب، بس الممثلين المسرحيين اللي بيطلعوا على الخشبة بده يكون حيكون كثير صعبه، انه مش رح يطلعوا يقدموا قدام ربع التمثيل ويرجعوا يعيدوا نفس الشيء. ما بتزبط حتى بكره شوفي، سوري يعني عم نروح على محل ثاني، بكره الدوري الثاني بده يبلش، بعتقد حاطين عدد معين صغير من الجمهور، اللعيب ما رح يكون البرفورمنس ذاته امام صرخه على الفرص الحلوه، امام بحس حاله بالتمرين، فحتى يعني العنفوان والزخم تبع اللعبه حتخف، لانه ما في صريخ والعيط وهذا. مظبوط، لانه واحد بيشعر اكثر لما بيحس قديش في تقدير من الجمهور والاشخاص اللي بيحبوه بلحظتها، هيدا ما في شيء بيقدر يعوضه ابدا. 100% اكزاكتلي. ابدا ابدا ابدا. انا هون بدي احكي عن شغله كثير اساسيه، يمكن بدي اقول انه كل سنه بيكون في موسم، انا بحب سميه، ما بحب سمي مسلسلات رمضان، لانه هي منه مسلسلات رمضانيه ولا رمضان، بتنعرض خلال هالموسم، لانه الناس بيحضروا على مدى 30 يوم، بتكون مركزين انه عندهم خلص ماشيين ريتشول، انه كل يوم في حلقه ليتابعوها، وبنعرف المنافسه بتكون شديده وشرسه حتى بين كل شركات الانتاج، يعني مسلسل يسحب اكثر شيء عدد مشاهدين فيعلقهم فيهم كل الشهر. انا بعرف انه اولاد ادم من هالمسلسلات ومن الاوائل اللي فعلا السنه احتلوا مراكز الاولى، وهذا الشيء عم بيكون مش بس على صعيد لبنان، انما على صعيد كل الجاليات العربيه بكل العالم. كلهم علقوا باولاد ادم وكلهم مبسوطين فيه وحابينه. قديش هذا الشيء كمان بيعطيك فكر انه تكون جزء من هالعمل ايضا. الحقيقه بعد الرحله كلها يلي صارت بالعمل، ان كان بالتقليعه يلي هي كانت تقليعه شوي عسيره بالبدايه،
بيتصور ولا ما بيتصور، لانه ما تنسى فتنا على التصوير كانت اوريدي بعد 17 20، فانت باجواء بلد ما لنا كثير صحيه، ما بتعرف بلد فاتح ولا بلد مسكر، وهذا الشيء بياثر بالانتاج. يوم تصوري 10 ما تصوري ما بتزبط، فكان هون شيء في معمعه اذا بيتصور العمل ولا لا. واذ بعدين اخذ القرار انه فلندخل التصوير، فاتوا على التصوير. رجعنا فتنا على كورونا، فتنا على كورونا وقفنا شي شهر شهر وشوي، ما مش حبتين. في اعمال كثيره كان بلبنان ولا بالعالم العربي ما عندها قدره كانت انها تكفي، لانه كانت تروكي ايامها. نحن كنا من المحظوظين القلال يلي اوريدي انجز منه كميه كبيره ليه. يعني نحن بعد الكورونا بعد ما رجعنا على التصوير، التصوير شهر كان بس مكثف صراحه. قدرنا نخلص وكنا من المحظوظين صراحة يلي قدرنا نطلع بالعمل. هلا بعد هيدي الرحلة كلها سوا والمجاهيل الكثير اللي فتنا فيهم، بتلاقي في هيك في سعادة داخلية عند كل واحد شارك بهذا العمل، من أصغر فني للمنتج، إنه العمل ضمن كل هالظروف ما طلع بس عادي، يعني عامل شيء مميز صراحة. يعني قاعدين صراحة كنا على الغداء اليوم أنا وليث ومجموعة من الأصحاب وعم نحكي إنه شو اللي بيخلي عمل هالقد يصير يتم تداول فيه ولا. يعني عندك هلأ إجابات كثيرة وعندك تساؤلات كثيرة، بس سبحان الله ما فيك تعرف شو هو اللي العوامل اللي بتخلي إنه عمل يصير هيك ظاهر عشوائي إنه فلت لحاله. صحيح، وهيدا الشيء الحلو يعني متفوت من العنوان الأساسي، يعني حتى يقول أولاد آدم، يعني بس يقول واحد انه بني ادم، يعني عم بتعيش حياه كل شخص ممكن يكون مرق فيها بالمجتمع. يعني هذا الشيء ما عم بتجيبه شخص من كوكب ثاني لونه اخضر، كل شخص بالمسلسل هو حاله كمان انسانيه اجتماعيه كل شخص منا ممكن يكون موجود فيها، يعني بكل انواعها ومن كل الاماكن اللي بيكونوا موجودين فيهم، كل واحد منهم بيمثل شخصيه كلنا بنعرفها او كلنا عشناها حتى، يعني كل واحد عم بيقول هيدا الشيء هون. هلا انت بعرف انه انت هلا عم تحضر المسلسل، قديش بتشعر كمان بالفخر انت عم تحضر المسلسل، او قديش اوقات بتستحي او بتحس حالك ما بدك تحضر حالك على الشاشه؟ انا قليل ما احضر صراحه، بحب احضر حالي لانه ما هيك بضلني بحس انه كان في اعمل احسن، كان في اعمل احسن. بس فشريه الناس عم تحكي عن المسلسل والله صار عم بحضر لشوف. طب يعني صرت عم بحضر كباحث كريسيرش كيبحث عن اجابه انه طب شو اللي عم بيميزه، يعني ما عم بفهم، عرفتي؟ طبعا ذكرتيهم حضرتك هلا يلي هي قصه انه عم بيكون هالقد حقيقي، هالقد عم بيعالج قضايا انيه هلا بتمسنا كلياتنا، هالقد الشخصيات بتحسيها بتعرفيها، ما الشخصيه هيدي جايه من عالم اخر او من الخيال، هيدي الشخص بتحسي معقول يكون ساكن معك بالبنايه منهم التقيتي فيهم بيوم من الايام، ومنهم في منهم بتحسي انت على تماس مباشر معهم اوقات يوميه في حدا بيكون بالمسلسل. وهذا الشيء بروبلي يلي مخلي الناس حاسه حالها عم بتشاهد شيء عند جيران، هيك عم تفتح النافذه وعم بتنقوز. بتعرفي نحن الحشريه عندنا كبشر مش ضروري اللبنانيين، البشر انت كل الناس بتلصلصوا، يعني حشري شو عم يصير عند الجيران، ليش طلع الصوت عندهم، عشو تخانقوا، شو البوكي الورد اللي فات لعندهم. طب هون كمان بدي اقول انت طلال كمان الحمد لله براعت بكل انواع الادوار اللي لعبتها هالمره، عم تلعب ايضا يعني دور مع مخرج كبير كثير اللي هو ليث حجو اللي اشتغلت معه انت كثير باعمال كمان من قبل، وكمان التنوع اللي موجود بشخصياتك دائما من شخصيه لشخصيه، هالمره عم نشوفك كمان بموديل مختلف اذا فينا نقول، وبموديل كثير كونتروفيرشل او مثير للجدل، لانه عم نحكي بموضوع شخص اشتغل بالدوله المفروض تكون عندها هالهيبه بحبس نسوان، بس كمان عنده هالزعرنه اذا فينا نقول، او عنده هالقله الشرف بالتعاطي بالحياه اليوميه. قديش هيدا الشيء كمان هيك خليك شوي تخاف من الدخول بالمسلسل وتعيش الحالة اللي كتبها الكاتب رامي كوسا قصدي، اللي منه كتير كاتب كتير أعمال من قبل، إنما عامل نص كتير مهضوم كمان جدا جدا كتير موفق رامي، والليث كما عودنا دائما شخص هالقد حريص إنه العمل يطلع متقن، هالقد بيروح التفاصيل،
هالقد بيبحث بالشخصيات، هالقد حريص انه يواكب الكتابه للنص وبالشراكه مع الكاتب ياسسوا العمل مداميكو قويه لتوصل للنتيجه اللي شفناها. ما بدي اقعد كثير عن الليث صراحه صديقي، بس شهادتي فيه مجروحه والحمد لله حقه عم بيوصل له من خلال المشاهدين. فما انا ليه بتحكي عنه؟ ايه انا من يعني اخر واحد بيحكي عنه، بس العمل بحد ذاته انا ما كنت صراحه بنيه اني اشارك بسنه بعمل اي عمل لولا الوجود اللي يتحجب بالعمل يلي هو بتسلى، يعني مش عم رايح تصور، رايح اتسلى مع صديق ومن ميلي غير جو. انا من تاني ميلي الشخصيه في عندها لطافه وخفيه وهيك، ومن ميلي تاني حامله قضيه، وهيدا صراحه اللي كمان جذبني اكثر يلي هي قضيه الفساد، يلي هو الشيء اللي نزلنا اصلا ب 17 تشرين على الطريق. وان الله راد نوصل لنتيجه، ما بعرف اذا يعني ان شاء الله بلا يعني بقدره الله لازم نوصل لنتيجه، لانه بالنهايه ما بحق الا الحق اخر شيء، وكلهم عندنا هالبلاد مؤمنين يعني كلهم من اصحاب الايمان القوي، فبما انه بيامنوا وبيعرفوا انه الله الحق، فان الله راد الله بيطرقهم في يوم بعد بيحاصبوا. بنقول هو دائما بنقول يعني يمهل ولا يهمل، هلا اكيد حسابه عند ربه حيكون عسير جدا، بس احنا بنقول الله يا رب على القليل نحن نفش غليلنا ونشهد محاسبتهم على الارض قبل ما نحن نفارق هالحياه. يعني كمان بما انه الشخصيه في عندها حامله قضيه الفساد، والعمل بيعالج القضاء الفساد بالسلطه بالسياسه حتى بالسلك، فبسام هو جزء، وبسام ما ضروري يكون فقط درجة، بسام في يكون موظف بأي إدارة من الإدارات اللبنانية وما بيخلى الأمر. ونحن أعلى المستويات بلبنان تكلموا عن الفساد وعن قديه ترى الجسم الإداري اللبناني، وببعض يعني ببعض الأسلاك الأمنية في شوية فساد. هني أوقات كما شوفهم نتذكر نحن في من شي سنتين وقت كمشوا مدري كم عنصر وظابط وكذا بقضية ناسي هلا وقتها شو هي، بس نتذكر هلا فخامة الرئيس من يومين ثلاثة تفاجأ انه دائما كمية الفساد، يعني ما بعرف ليش ما عم بيوصلوا له دائما الاخبار، بس في فساد وانا مبسوط. دخلك في فساد؟ مش في فساد بلبنان؟ ما معلي ما معنا خبر في فساد؟ كنت بلقاء مؤخرا بمحطة ما على علمي في فساد بلبنان، انا ما على علمي. كنت بلقاء بين يومين وعم بنحكي عن المسلسل، فقلت لها قالت لي ايه بس انه فساد وكذا، قلت لها ايه بس هيدي شخصيه خياليه من نسج الخيال، هيدي ما موجوده ارض الواقع بلبنان، عندنا طهاره وشرف، عندنا من عرق جبينهم وجبين جبين هن من جبين من عرق جبين، هن عاملين مثلياتهم من عرق، بس ما ضروري من عرق جبينهم، من عرق عدم. وبعدين بيكون من على جبين للاسف الشعب المسكين، يعني كمان هيدا هو من على جبين الشعب وعقول زياد الوحيده، يعني انه بحياتنا شايفينه عرقان، يعني بقى مزبوط 100% هالشخص اللي كان عنده رؤيه كثير كثير بعيده. هيدي من القصص. الشخصيات الثانيه يلي ما يعني كمان شغله كثير حلو، قضايا النفسيه، علاقات الحب يلي منك ما عم يتوقف عندها، يلي هي شائكة ما بتروح وبتجي مع كل واحد عنده خطه. إذا بتلاحظي حتى الثنائيات ما عم بتكون ثنائيات، عم بتكون رباعيات وخماسيات، لأنه هي خطه هو عنده خط واثنيناتهم في خط بيربطهم، وكل واحد عنده خط لحال غير الخط اللي بيربطهم. يعني علاقتي مع سعد، وفي عندي علاقتي مع الناس بالسجن، وفي علاقته هو مع شو اسمه ما يعني حلوة التوليفة كلها على بعضها، بتلاقي كل مشهد بحد ذاته عم بتروحي تسرحي فيه كأنه قصة بحد ذاته. وهيدا الشيء الحلو أصلاً هو الفيلم، حتى المسلسل قصدي، في واحد يسميه درامدي، يعني في نوع من الدراما وفي نوع من الكوميدي، لأنه كمان الشخصيات فيها كمان أكيد هيدا الحلو إنه في كوميدي كمان موجودة، وهيدا الشيء الحلو اللي بخليك بعلق كمان بالمسلسل، ما تحس حالك إنه عم تحكي عم تحضر موضوع هيك يزعجك او بس مشاكل اجتماعيه، لا تحس كمان في سلب مهضوم وقريب من القلب وبيضحك الناس، وهذا الشيء كمان اللي عم بيخلي الناس تتعلق فيه اكثر واكثر. طب انا هون اكيد كثير، وحتى للناس اللي ما كملت معنا، لانه في صراحه جزء من الفنيين بعد الكورونا كان خلص ما عادوا بده يظهروا من بيتهم، ففي جزء ما كمل، بس تحيه للجميع يلي عادوا اجوا يلي بلشوا، لانه كان عمل جماعي بامتياز
وبتلاحظ النتيجة جماعية بامتياز، حيث ما في إنه فلان وفلان وبتضلك ماشي فيهم كل المسلسل ليعل قلبي القصة والعالم لاحقة، بتلاقي كل واحد أخذ حقه بالعمل. يعني هذا من الشغلات السعادية إنه رجعنا لمحل تحضري كما بتحضري بالسيريز الأمريكاني، بتحضري مسلسل مش لأنه في بقلبه براد بيت. براد بيت يمكن بيشدني إني جرب أحضره، بس لما تحضري تلحقي قصة، لأنه بالنهاية في حدوتة. إذا ما في حدوتة وثيمة جيدة، ثيم يعني إذا ما في ثيم جيد وقصة جيدة، ما شو بدي أقعد يعني عم بتفرج على قامته بحب أشوف صور أو قامته. إيه قصة حدوتة لذيذة، في شخص عارف يخبرنا الحدوتة بشكل جيد الذي هو الليث، وكان معه عناصر ساعدت إنه الصوت اللي بدي يوصله يوصل عبر الصورة اللي شفتوها حضرتكم. أكيد يعني هون واحد بده يقول أكيد ما في ما يوجه التحية الكبيرة كمان لكل الإنتاج، يعني أكيد من شركة الإنتاج من eaglefilms لكل طاقم الممثلين ولكل الفنيين. وأنا هون إذا بصحيح أقدر أقول كلمة، أنا عندي شخص كتير عزيز أقرب الأشخاص إلى قلبي من أقرب أصدقاء البست فريند تبعي محمود لبان، اللي هو كان كل الوقت معكم على ستادي كام أوبريتور، هو فعلا دايما موجود هيك بالكواليس بكثير مسلسلات، بس انا حبيت اليوم اعطيه كريدت لانه شخص بيعود كثير على قلبي. اكيد اكيد هيدا الشيء كثير كثير اساسي. هوني طلال انا قبل ما يخلص وقتنا بدي بس احكي شوي عن كواليس المسلسل، هيدا بحب انا كثير اعرف التصوير كمان وين صار بالضبط، كمان كيف كان كمان الاجتماع تبعكم بين بعضكم، لانه مثل ما قلنا للاسف يعني تأخر شوي بالتقليعة، توقفته من بعدها جعبه كفيته، يعني وين صار مظبوط التصوير وكيف كان اللقاء مع بعضكم، وخاصة بعدين بزمن الكورونا يعني الماسكات والاهتمام بالنظافة وكل هدول القصص. هلأ كان التصوير بمناطق متعددة، بس الحمد لله أغلبها كان ضمن بيروت، كان المشاوير البعيدة. هيدا واحد. اثنين، بس بلش الكورونا، بس بلش يظهر الكورونا صارت تاخذ الشركه اجراءات، بس بظل وجود كميات من الكومبارس خصوصي بالسجن. بالسجن كنا عم نحكي في 40 50 كومبارس، هن كان بدهم اكثر، بس بسبب ظروف الكورونا اضطروا يمشوا العمليه ب 50 بني طبيب مره وصبيه. طب هدول الناس بيخلصوا بروحوا مدري لوين، يعني ما كان في ايام حجر ولا في شيء. ايه هيدي كركبت الدنيا، وهيدي خلت بعض الفنيين او بعض الناس ما خلص ما يعني بدها تحتاط، لانه بالنهايه انت بتخلصي بتروحي معقوله تشوفي عائلتك في يوم تشوفي هلا اوكي قاعد لحالي. كنت نوعا ما ماني عطلان هم انه اكثر شيء انا ما حاذي حدا. طب بس انا بالويك يعني بالويك انا بدي اشوف اهلي، مش معقول اقعد وعملت يعني انا فت بحجر مرتين كرمال اقدر ارجع اشوف اهلي. بعد ما هلا فتنا بالكورونا رجعوا اخذوا تصريح بالرجعه صراحه، اخذوا حجزوا الموفم، عملنا اول شيء فحوصات كلياتنا كله يعني من اصغر عامل لكلياتهم، وحجروا بالموفم بيك وتم التصوير فقط بالموفم بيك. يعني العمل اللي عم تشوفوه اتصور كل يوم موفم بيك، يعني الموفم بيك كان مكاتب، الموفم بيك كان الشوارع، الموفم بيك كان سوري هلا عم نحكي كل الدعايه، بس انه هذا صار. لا بس بالعكس هذا الشيء مش سهل ايضا اصلا، يعني ان كان ليث حجو انت على كل طاقم الفنيين، يعني هذا مش سهل ابدا يقدر يخلق شيء باوتيل عنده ديكورات وذن الغرف او وذن يعني مكتب اللي يتحول لشيء ثاني، شارع بده يصير مبين كانه مسيطره يعني عرفتي. ف ايه كانت عمليه دقيقه، فتم ايه 12 يوم يعني حتى سطح الوفتن بيك تم استعماله تمام. 12 يوم حجروا حالهم، كانت نوعا ما تلحلحت الامور، ها رجعنا ظهرنا اوكي كمامات وما كمامات، بس ما بدك تصوري ما في لا كمامه ولا بطيخ. هلا اوكي سقناها الحمد لله مرقت الحمد لله الحمد لله. اكيد نحن اكيد يعني عم نتابع يوم بيوم، والحلو انه هو يعني اذا فينا نقول عجلته سريعه المسلسل، في كثير شخصيات، فواحد بضل عم يلاحق ما بيحس حاله انه عم بيمل ولا لحظه، وايضا كلنا عم نكون ناطرين من حلقه لحلقه بتحرقصونا لحتى نعرف شو رح يصير بعدين. أكيد كل التوفيق يا رب لهالمسلسل اللي فعلاً قدر يبرع فيه مثل ما قلنا الشركة المنتجة إيجل فيلمز، وأيضاً ليث حجو المخرج، الكاتب رامي كوسا، طاقم الممثلين كلهم، ماجي، دانييلا، عندي ثلاث أصدقاء عزيزين أنا، إن كان طلال هيدا أبو الطل سنوات طويلة، قيس، ندى،
كل الاشخاص ايضا بيكونوا موجودين بهالمسلسل، يعطيهم الف عافيه وكل طاقم الفنيين، كل التوفيق ان شاء الله يا رب، وان شاء الله من نجاح الى نجاح دائما وابدا يا رب. طلال إذا انا ميرسي كثير، اشتقت لك انا على الصعيد الشخصي، وبدي اقول لك لبنان اشتاق لك ولاطلالتك المميزه وخفتك وبنوع خفه ظلك، بنوع حضورك الحلو وكلامك الحلو، صراحة عم لك اياها هلا، اشتقت لك الشاشه اللبنانيه، بتمنى من محل ما انت بكندا، لانه ما بتمنى لك تجي هلا، من محل ما انت بكندا سير تطلطلي على الناس، لانه صراحه عن جد لك جمهور انت كثير حلو بلبنان كثير كبير وعريض وبحبك، بظل الظروف اللي عم نعيشها هلا عدوينك ما يكونوا عنا، خليكي محل ما انت وصيري بستيرنا. انا بتمنى عليكي شغله صغيره بس كونك موجوده بكندا، الله يخليكي من وقت للثاني بس تنزلي على السوبر ماركت تصوري لنا المنتجات هونيك شو اسعارها، بدي يصير بس مقارنات مع اللي عنا. برافو عليك. يكون عنا اسعار يا غيبة يعني ما تغزيني، ما بدي احكي، انا شفت الكوفي ميك اليوم ب 24000 كوفي ميك صار ب 24000. هو انت كمان واقف القهوه مشانك، هن مغلين هالامور مشان تخففوا الاشياء اللي بتضركم، ما بتفهموا الناس تبعهم يعني يعيش برا على الحشيش ارعى يا ناس، هن بدهم ايانا ننزل نرعى بس بالحقل، ما هيك؟ طب مين بدهم ايانا خواريف قولا وفعلا وشكلا ومضمونا؟ ايه فشلوا. وبتعرف شو انت عم تقول؟ انت عم بتقول عدويني ما يكونوا عندك، ما يكونوا عندكم، للاسف الشديد انا بقولها وبالصوت الملقان، في كثير من عدويني موجودين عندكم، والله يخلصنا نحن واياكم منهم عن جد، لانه هالعدوين هن حيجيبوا لنا اخرتنا، الله يخلصنا منهم يا رب، يردوا المصريات ويروحوا على بيوتهم او يتحاكموا. اني وعلي ما بقى بدي يردوا شيء، بدي بس يتركوا الكراسي ويفلوا. فلوا بس يفلوا. انا ما بقى بدي شيء. يا اختي مسامح، ما بقلك مسامح كلام، ما بقى بدي شيء، بس اذا طلبناهم بالمصريات عم يعملوا فينا هيك، شو اذا بتقولي لهم قوموا على الكرسي؟ لا ما في، بس عم بدنا اياهم يقوموا بس، ما بدنا شيء ثاني. ما هو هيك ان شاء الله يا رب يا رب، هيدا الشيء الاساسي، وانت بتعرف اصلا صحبتي ومحبتي كمان لك، ميرسي كثير على هالكلام الحلو طلال، بعرف انه من قلبك، وانا بقول لك الله يحميك، لانه انت كمان بتفشلي كثير لما بتطلع وبتحكي الاشياء اللي بقلبي وبداخلي، وانا عم حاول قد ما بقدر ضلي موجوده مع الجمهور اللي بحبه وموت فيه ومع الناس اللي بحبهم كل الوقت عبر اليوتيوب شانل تبعيتي، بقول لهم اكيد كل اللي بدهم يشوفوا هاللقاء معك طلال ومع كل الاشخاص اللي عم قوم فيهم، ان كان مع لبنان، ان كان بكندا او نورث امريكا، بدهم يعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل تبعيتي وشوفوا كل شغلي وعلى السوشيال ميديا، وانا متابعه معكم ويلا ناطرين لحتى يكفي ليخلص رمضان لحتى نقدر نحضر نهايه المسلسل، ان شاء الله يا رب ينعاد عليك بايام خير وافضل من الايام اللي قطعت علينا. تسلمي يلا حبيبتي، يا رب شكرا لك الفنان، خلص حصور لك اياهم وقول لهم خليهم يعملوا منتجات لبنانيه، نشوف بالسوبر ماركت منتجات لبنانيه فقط، ما بدنا ولا بلد ثاني يكون عندنا بلبنان على السوبر ماركت منتجات لبنانيه نقطه، عندنا نعم. كثير اشياء يخلون مصروف وما نعم. يسرقون الله يخليهم. حبيبي انا ببوسك، انتبه لي على حالك ونشوفك قريبا ان شاء الله، يلا وكل التوفيق، وانتبه لي على حالك يا بسام، ومن هالعين قبل هالعين على حالك. شوف ادوار الزعبن كثير بتلبق لك، شو ما عملت دور. حبيبي. يلا شكرا كثير طلال، باي باي.